السلام عليكم. معكم رشيد من ولاد بوزيري بنية كرين جماعة بنية كرين. كيف كتشوفوا العينين ديالكم كاع المغاربة شو هاد الحالة هادي ديال الله سبحانه وتعالى؟ هذه على الله سبحانه وتعالى حنا راضيين به، هذا مطاف ديال الله سبحانه وتعالى، وهذا الوباء اللي نزل حتى هو من عند الله سبحانه وتعالى حنا راضيين به. ولكن اللي ما عجبنيش أنا في هاد الشيء هذا هو واحد التصريحات ديال الإذاعة هذا كيقولك بأننا حنا الحمد لله بقى في دارك، واللي من الناس اللي ما خداماش وراه غادي في الراميد، واللي عنده الراميد راه غادي تجي واحد البركة غادي ياخذها، ومهم يبقى في دارو ويبقى شادو. أييه في الحقيقة هذا في الحقيقة نسيان، اللهم لك الحمد. والفلاح ما يتقلقش، راه حنا دعمناه، راه حنا غندعمو بالشعير الثمن ديالو ما كيتعدى جوج درهم. او سي محمد اش من جوج درهم؟ وتا حنا السيبير ديال الشعير ب 38 ريال، والسيبير ديال القمح ب 42 ريال، وانت غادي تبيع لي رويزه اخر ما كاين كتبيعها لي بجوج دراهم وكتقول لي دعمتك؟ فاش دعمتيني؟ منين جات كدعم؟ انت كتبيعوا لي فين جات كدعم؟ علاش كتغلط؟ علاش؟ علاش كتقولوا كتغلطوا المواطن؟ المواطن علاش كتغلطوا؟ علاش كديروا واحد الصوره كتبين واحد الصوره زوينه ديالكم؟ ما صاحبي حشومه، عيب والله الا عيب. واش دخلنا لك والله حنا بنيه كرين خارجين حنا جوج قناطر؟ الناس هنايا راه عندها، الناس كاين اللي عندها 90، كاين اللي عندها 100، كاين اللي عندها 120، كنعرف شي واحدين عندهم حتى 300 ديال الغرام. واش جوج قناطر مني غادي نسوس انا 300 ديال الغرام؟ والله انا شبعتها في ساعه بالله العلي العظيم. هذا هو الدعم. وهذوك الناس اللي العروبيه مساكن اللي خدامين اللي عندهم حرفه على قد حالهم يخرجوا دوك وسادين عليهم دابا، هو عندهم الرامي والله ريال ما خداو، 40 ريال ما خداو. واش هنايا؟ وانت فين بقيت تصدر حتى واحد القانون؟ بني انا كنهضر على المنطقه ديال ولاد بوزيري، انا حيت انا داخل داري وداخل هذاك الشاد السوق ما عرفتش شنو خارج، ممكن نهضر على المنطقه والله وحدي ماشي طبيعيه. ونزيدك واحد القضيه باش نكونوا واضحين، دابا كتصدروا واحد كدير واحد الدعاء، اي واحد دار شي ادعاء كتدخل نيابة العامة خاصها تصيفطوا للحبس. اي قانون حنا كلنا حنا في طير القانون، اي قانون راضي بالقانون. ولكن ملي كتصدروا شي قوانين كتصدر قانون انت هي ما موفرش كتقول دير الكمامه وانت ما موفرش الكمامه، انت كي درتي دابا شوف باش نكونوا واضحين، هاد الوطور هادو تعرات لي مورقه، اقسم بالله ما عندكم، والله ما عندكم تعرات. وتخيل معايا ها امانه عطينا لكم الشركات باش توصلوها للناس وما قدرتوش اصاحبي، واش غادي دير ليا؟ دخلنا عليك بالله ونبه انت تعريتي، ها انت هاد كورونا عراتكم، بينات لكم كلشي، بينات لكم كلشي. راه جايب واحد الاجازه من هنا، راه جايبها من هنا، جايبها من هنا، اوطور انت بنتي، انت كتكذب. والنيابه العامه خاصها تدخل على دوك الناس اللي كيكذبوا، تقول لك بانهم راه كيدعموا الفلاح هما ما عطاو تاع حتى النيابه، هذاك الادعاء كاذب. حتى النيابه العامه خاصها تدخل. وشو دابا سبحان الله؟ دابا حنا اللي عطانا الله هنايا فاللي كنحمدوا به الله سبحانه وتعالى هو واحد القيد هنا بعداك، قيد الله يعمر هذا باش نكونوا واضحين. هو القيد خدام معانا ناضي، هو كيوقف هنايا، كيوقف هنايا هما الخازنيه وداك الشيء، تيقول لك اودي الكمامه ديالك، الناس شي اللي شد شي سير دير خمسه، ووفروا للناس الكمامه، وفروا للناس الكمامه، الله يرحم ليكم الوالدين، وفروا للناس الكمامه. واحد القضيه باش تقول لي دعمت الفلاح، راه اقسم بالله ما مدعميننا بشي حاجه، ولكن حنا اللي حمير كنبيعوا لكم الثومه، والله يمدي من عندي ندير مو في المطمور، وكل الفلاح ندير مو في المطمور ونبيعوا الحمد بزاف، ولكن باش تاخذوا انت والله ما تاخذوا، ولكن حنا لابد ديالنا حنايا واحد القضيه تمشي عندي شي واحد، هما الانتخابات جايه تمشي غادي تجيب لي ورقه، راه نكملش نضرب المو على وجهه، لحقاش راه ما دار ليا والو، بان هاد الجماعه المحليه بعداك ميته مكلخين مسطوله. وانا كنقول لك انا حاليا انا كنهضر باش نكون كنهضر والله واحد الا دا ورقه ديالي، علاش؟ لحقاش الا عطيته الورقه كندي اثم مع الله سبحانه وتعالى، لحقاش هذيك امانه هو ما دار والو. يلا دابا معنا غدوي، يلا معنا غدوي، معنا غتهضر. وبالنسبه لهاد الجماعه هادي راه ما كاين حتى شي حاجه، راه ما كاين لا دعم لا والو، وباش بدا تغلطوا فينا ما تغلطوش فينا، باش نكون ما تبقاوش تكذبوا علينا، ما تكذبوش علينا، حنا راه قادين بروسنا. انايا بعدا كنهضر انا على بهيمي، والله يعطيني شي دمهم 6000 جفاف كاع، الله يعاون، ممكن نهضر على راسي، ولكن باش انا نرضاكم نمشي نوقف عليكم باش تبيع لي انا الزبل ديال الرويزه تبيعوا لي وتعطي لبهيمي وياكلوا ويموتوا، والله ما تاخذ من عندي ريال، وما تبقاوش تغلطوا المواطن تقول لي راه حنا كندعموك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.